السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ده كويز على المحاضرة رقم 8. يا ريت يا شباب نكون مذاكرين المحاضرة قبل ما نقرأ الأسئلة عشان نستفيد من الأسئلة، ويا ريت نلتزم بالوقت المحدد عشان نعود نفسنا على السرعة. مدة الكويز ده 5 دقايق، أتمنى تحلوه على الأسايمنت اللي موجود على المنصة. شكرا يا شباب.